وللمزيد حول المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحشد بقرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى بحق المدنيين العزل، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي السيد نوري حمدان. أهلا بك معنا أستاذ نوري. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بجمهوركم، شكرا جزيلا لكم. أهلا بك أستاذ نوري. بداية، كيف ترى تصريحات الكاظمي بعد اجتماعه أمس بالحكومة والتي قال فيها إن حكومته قادرة على تثبيت الأمن والاستقرار، خاصة يعني في ظل تأكيد شهود عيان استمرار عمليات حرق منازل المدنيين في بعض القرى في قضاء المقدادية؟ بداية يعني انطلاقا من عدم قدرة الحكومة، وليست الحكومة قادرة، لأنه هذا يعني كل الأحداث التي حدثت في ديالى في الأيام الأخيرة هي دليل قاطع على أنه الحكومة غير قادرة على إدارة الملف الأمني، وتأكيد الحدث يؤكد على أنه الوضع الأمني في العراق ما زال هشا وغير مستتب. بالتالي يعني هنا تنعكس ايضا على دور الحكومه، لانه الحكومه الى الان هي غير قادره على ضبط السلاح المنفلت، والخارج اراده الدوله، الخارج اراده الحكومه. فمن اين جاء او من اين ممكن ان يؤكد رئيس الوزراء بانه الحكومه قادره على يعني حل المشاكل الامنيه والسيطره، سيطرت القوات الأمنية على هذه المناطق وهي تشهد نزاعات وصراعات مستمرة وما زالت لحد اليوم؟ يعني قبل قليل كانت أكو بعض التسريبات توحي إلى أنه القوات الأمنية يعني سوف تفرض حظرا للتجوال في هذه المناطق. إذن ما زال الوضع يعني الهجمات مستمرة وما زال الأحداث مستمرة، والحكومة لم تحرك ساكن، بالرغم من انه وصول وزير الداخليه، وصول القائد الحرس الوطني الى هذه المناطق، ولكن الحقيقه انه بعض مصادرنا يعني من المحافظه اكدوا اليوم بانه المنطقه هذه تحديدا، المنطقه التي تتعرض الى احداث أمنية الآن هي خالية من القوات الأمنية، بالتالي كيف الحكومة تسيطر على ملف أمني لأي منطقة كانت ولا توجد؟ طيب إذن في أي سياق يمكن وضع هذه التصريحات بتأكيد الكاظمي بأن حكومته قادرة على السيطرة على الوضع؟ تصريحات إعلامية لا غير، وهو مراد من عندها يعني كسب وقت لتهدئة الشارع أو لتهدئة الأمور، ومن ثم تسويف ما يحدث كما سوفت القضايا الكبيرة الأمنية التي حدثت بالعراق مثلها سابقاتها أيضا في محافظة ديالى ومحافظات أخرى، ليس أكثر من ذلك. ولا يعني كيف ممكن يتحدث عن قدرة الحكومة والحكومة لحد اليوم غير قادرة؟ طيب، في ظل اتهام الأهالي لميليشيات الحشد بارتكاب المجزرة وحرق البيوت أيضا، ألا يعد الكاظمي مسؤولا عن أفعال تلك الميليشيات المستمرة حتى الآن برأيك؟ هو بما أنه الكاظمي قال بأنه حكومته قادرة، هو ألزم نفسه وهو أدان نفسه، وبالتالي هو بشكل طبيعي أنه هو القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء، إذن هو مسؤول عن حماية أي فرد بالمجتمع، أي منطقة، أي قرية، أي شارع، هو المسؤول عن حمايته. وإذا تعرض يعني لتهديد أمني أيا كان في أي منطقة كانت، هو المسؤول الأول أمام المجتمع والعالم والناس وحتى الدولة. إذا إحنا عندنا دولة، ولو للأسف الشديد اليوم إحنا يعني ممكن نحدث عن دولة خاوية أو لا يوجد دولة ونحن دويلات في دولة، يعني فمن يحاسب من ومن هو المسؤول؟ الحقيقة أنه الصفقات السياسية لها دور في هذا الملف أيضا، وهي تحدد من له القدرة على التدخل في هذه المنطقة وتلك. اي قوات امنيه او اي فصيل مسلح يتحرك في هذا القاطع او في ذاك القاطع؟ هل القوات الامنيه في هذه المنطقه او تلك لديهم القدره على التدخل ام لا؟ هذه اسئله. طيب،
مطروحة ونحن نعلم إجابتها حقيقة، نعرف أنه هنالك تقاسم على المناطق بطريقة حزبية للمكونات السياسية التي اشتركت في طيب الانتخابات سيد الأخيرة، وهي المسرحية الكبرى، إذا تسمح لي بأقل من دقيقة، تفضل. وهي المسرحية الكبرى التي ما حدث اليوم نتاج طبيعي لها. ما حدث اليوم من خروقات أمنية هو نتاج طبيعي لمسرحية الانتخابات التي كانت زادها وقوتها في الدعاية الانتخابية هو التأجيج الطائفي واللعب على عواطف الناس طائفيا، أجج الشارع طائفيا من أجل الحصول على الأصوات، وفي نهاية المطاف لم يحصلوا على الأصوات الكافية، والناس عزفت عن المشاركة وقاطعت عن مشاركة الانتخابات، والذين شاركوا في الانتخابات جمهورهم فقط، ونتاج ذلك الأحداث الأمنية التي يذهب بها الأبرياء، يعني يحتسبون عند ربهم إن شهداء. شاء الله. أستاذ نوري، يعني العمليات المشتركة نفت بالأصل وقوع أي هجوم انتقامي، إذن وفق تصورك من الذي يقوم بإحراق بيوت الأهالي ومساجدهم حتى الآن؟ الحقيقة يعني بحسب يعني بعض المعلومات التي تم الحصول عليها من تلك المناطق، أنه هنالك رد فعل موجود، وهذا الرد الفعل هو متبادل ما بين بعض القرى، القرى نفسهم، وهم بهذه القرى التي ترد يعني وفيها نوع من الردود رد الفعل العشائري، مثل ما حدث مثل العامري مثلا، اول ما وصل الى الدياله بعد هذه الحادثه، بالمناسبه تم شجبه وطرده من دواوين القبائل التي موجوده، وقالوا له انت السبب بما يحدث في دياله وليس انت المحرر، وهو يتحدث عن تحرير دياله على يده. فالمشكله عميقه حقيقه، وما تحلها غير حكومة قوية قادرة تمنع أي سلاح خارج إرادة الدولة، ويكون الحاكم المباشر يفترض إذا كان يريدون إذا كانوا يريدون حلا حقيقيا، يفترض أن يكون الحل متمثل بقيادة مباشرة من قبل وزير الداخلية في هذه المنطقة لحسم هذه القضايا، لأنه يفترض أنه وزير داخلية لديه دراية ومعرفة بهذه المناطق بطبيعتها العشائرية، بطبيعتها السكانية، بطبيعتها حتى التنوعها المذهبي والديني والقومي. هذه المفروض عند وزارة الداخلية لديها إحصائيات، المفروض لديهم بيانات، وعندهم قدرة على استيعاب هذا المجتمع. ولكن يا أخي، مجتمع متروك، مجتمع ما بدون دولة. هذه المناطق، أنا أكد لي صديق صحفي من المحافظة، أكد لي أنه هذه المناطق خالية حتى قبل حدوث الخروقات الأمنية، خالية من القوات الأمنية، فكيف ممكن الحكومة قادرة على السيطرة عليها؟ بالمناسبة قبل وقوع هذه الحوادث بأسبوع، قبل وقوع هذه الحوادث بأسبوع، يعني أحد الزملاء الصحفيين في المنطقة أكد لي، قال أنه هنالك كاميرات حرارية تم قنصها بقناص وتعطيلها من قبل أسبوع، يعني الذي يريد أن يرتكب هجمات عسكرية أو هجمات مسلحة بشكل مسبق. على أي منطقة كانت بشكل مسبق ومخطط له، وعندما تتحطم هذه الكاميرات يفترض إذا كانت مرتبطة بأجهزة أمنية قادرة على إدراك أي خلل أمني أو أي حادث أمني، المفروض تتصرف، لأنه أسبوع فترة طويلة، 7 أيام، جيوش تسقط في 7 أيام، مو منطقة يتحضر إلها في خلال 7 أيام حتى يتم مهاجمتها وقيادة القوات الأمنية لم تعلم بهذا الأمر. هذه مشكلة نعم كبيرة. أستاذ نوري، بحسب يعني مقام قضاء خانقين، وصلت إلى المقامية طلبات من أهالي ديالى للنزوح إلى القضاء. إلى أي مدى يمكن أن تكون كل هذه الأحداث هدفها لربما الوصول إلى تهجير أهالي المقدرية برأيك؟ هو شوف، الحقيقة قضية التهجير قائمة، وقضية التهجير والتطهير العرقي موجود مع الأسف الشديد عندنا في مناطق متفرقة في العراق، وهذا أيضا يتحمل مسؤولية الحكومة بالمناسبة، يعني لأنه الحكومة المفروض تمنح هذا الشيء.
وقضية الهجرة أصبحت مع الأسف الشديد، لأنه المواطنين عزل ما بديهم غير أنه يهاجرون، يعني بينما أنهم يهربون من مناطقهم، يتركون ديارهم، يتركون أملاكهم ويروحون بأرواحهم، يردون ينجون. فهذه تتكرر مع الأسف. طبعا هذا الحادث لم يكن الأول ولا هو الأخير، يعني سبق حوادث بهذه المناطق، وأيضا هم تهجروا ورجعوا وصارت بها مشاكل، أيضا رفقتها عشائرية وانحلت. وهذه المنطقة تحديدا، هذه المنطقة تحديدا لم تهدأ منذ زمن، لم تهدأ. فلا يعني كيف ممكن لمتابع إذا كان مسؤول حكومي أو مسؤول سياسي في هذه المناطق، كيف ممكن يهدأ ويعني يهدأ لبال وينام ليلة، مثل ما نقول بالعامية، وهاي المنطقة هي على صفيح ساخن. يعني شلون الحكومة ساكتة كل هاي الفترة وهي دائما بتكون اكو احداث؟ يا اخي يتحدثون بشكل مباشر، يقولون في مجاور لهذه المناطق القرى بشكلها العام، انه هنالك في بعض الاماكن الوعرة عناصر لتنظيم داعش. مو انتم اعلنتوا عن نهايه المعركه مع تنظيم داعش وصدرتم بيان هاي مناطق يعني ما تقدرون تسيطرون عليها؟ هل يعقل انه مناطق مفتوحه وامامها داعش وما بها قوات امنيه؟ يعني فد اشياء وفد مبررات للاسف الشديد لا ما تقنع اي انسان، اي مواطن، ولكن شكرا الخساره هي خساره المدنيين للاسف. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، شكرا جزيلا لك.